تقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أريد أن أحج هذه السنة حج تمتع، أريد أن أحج هذه السنة حج تمتع، وأريد أن أعتمر في يوم الخامس من ذي الحجة، ثم بعد ذلك أذهب إلى جدة، وفي اليوم الثامن أذهب إلى منى، فهل عملي هذا صحيح؟ نعم، ما في بأس أنك إذا أديت العمرة تذهب إلى جدة، وإذا جاء يوم الثامن تحرم من جدة وتأتي لمنى. نعم.